بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. جمعة مباركة عليكم جميعا، والفيديو واللايف اللي بعد الصلاة فنجال جلال. يا رب جميعا تكونوا بخير، يعني ادعوا لينا وادعوا لإخواننا في غزة وفلسطين. بصراحة ربنا يكون في عونهم. الواحد مش عارف ينام كويس، يعني مش عارف يعمل ايه، مش عارف يساندهم ازاي. يعني بنحاول نغير، يعني الهدف هذا، في اهداف كتير من فنجال جلال، من ضمنها انها تغير التايم لاين بتاعنا، يعني التايم لاين ان كله مأساة. بصراحة نحاول نخليه شوية ايه مختلف. النهارده عنوان اللايف: وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، او ما هم اللي قالوا لي. الناس مواليد الثمانينات اللي زيي عارفين ان كان في فيلم، في مسلسل كده اسمه في المشمش، تمام؟ كانت فردوس عبد الحميد لما كانت تيجي تقول لها ما هم اللي قالوا لي. طبعا سوري، صحيح على الحلقه الجديده. هي بصوا، هي كانت مشاكل عائليه هبقى احكيها لكم، بس هي يعني زوجتي اللي ماسكه الموبايل فمش هينفع اتكلم دلوقتي، بس ممكن اقول لكم البتاع العلامه دي، انتوا اكيد عارفين الحقوني. بس يعني الحمد لله، الحمد لله نيولوك وعادي، اعتبروني كنت في عمره يعني، تمام. لكن لا، انا ما كنتش في عمره، هي دي يعني مشاكل هبقى احكي لكم عليها بعدين. طيب في كلام كتير قوي هتكلم فيه النهارده. اللايف النهارده هيبقى طويل شويتين، 3 4 5، معلش انا اسف يعني، استحملوني. في شويه حاجات عايز اقولها في الاول. رقم واحد ابتدى المستشفيات الحكوميه بتعاني، وانا ماسك مستشفى حكومي محتاجه تبرعات بقوه وبقسوه، تمام؟ تبرعات للسرنجات، مش سيرنج بامب، لا، السرنجات دي، تمام؟ يس. والمستهلكات والحاجات دي محتاج كتير، الجوانتيات، يعني محتاج حاجات كتيره. فاللي عاوز يتبرع يتواصل معايا، وانا هوصله ازاي نتبرع ثرو شانل رسميه من بجمعيه او مؤسسه تبع وزاره التضامن الاجتماعي، ولها رقم، ولها رقم تليفون ورقم حساب وكل حاجه، تمام؟ يعني تمام، او مشهار، او كله تمام التمام. ادي رقم واحد. رقم اتنين، انا كنت اعلنت من حوالي يومين او ثلاثه عن كورس الميكانيكال فنتليشن، بيدياتريك ميكانيكال فنتليشن، عشان خاطر ان شاء الله هنعمله الخميس والجمعه اللي هم اللي قبل رمضان، اللي هو اللي بعد الجاي واللي بعد بعده، حاجه زي كده يعني، تمام. اللي عاوز يحضر بس حضور فعلي فيزيكال، تمام. هم عباره عن 20 ساعه، 20 ساعه في التنفس الصناعي، من فروم بيزك تو ادفانس، طبعا مش هايلي ادفانس، لكن فروم بيزك تو ادفانس، تمام. عباره عن 20 ساعه، هيتقسموا على 4 ايام، كل يوم حوالي من 5 ل 6 ساعات، وهيبقوا خميس جمعه خميس جمعه، تمام. اللي حابب يشترك في الموضوع ده، الحضور الفعلي يروح فيزيكال، وهيبقى في غالبا يعني في منطقه من مناطق القاهره يعني، تمام. فحد يبقى قاعد جنب القاهره او في القاهره نفسها، لكن مش هينفع للمسافرين من بره. للناس اللي بيتسالوني عن الاونلاين كورس، ان شاء الله بعد رمضان بقى نفكر فيه، لكن دلوقتي الكورس وهما الاثنين نفس الكونتنت، بس طبعا الفيزيكال هيبقى احسن، ومش البيزك، لا، لتو ادفانس، تمام. لكن ينفع لو حد ما عندوش فكره ياخد، طبعا، لان هو انا هبدا من الاول خالص خالص، السيتنج والمودز والكلام في الاول خالص. اعتقد دي المقدمه اللي انا كنت حابب اتكلم عنها. اقول تاني انا قلت ايه؟ انا اتكلمت عن الدونيشنز، لو حب حد او حابب حد يتبرع لمستشفى حكومي في رعايه الاطفال يتواصل معايا، والكورس بتاع الميكانيكال فنتليشن، واللينك بتاعه هتلاقوه فوق في البوست اللي فيه اللايف ده، تمام، او في البوست اللي قبله على طول اللي هو بيتكلم عن الكورس نفسه، تمام. طيب اللي هيخش يسجل، واحنا هنتواصل معاه الفتره الجايه باذن الله. طيب الحاجه اللي بعد كده بقى، هنتكلم النهارده، هنخش في موضوع اللايف بتاعنا: وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. يعني ايه يا جماعه؟ انا بسمع الكلمه دي تقريبا كل يوم. انت يا ابني عملت كده ليه؟ ما هم اللي قالوا لي. مين يا حبيبي اللي قال لك؟ هم، ايوه، هم مين؟ إيه اللي قبلي، تمام، اللي قبلك. طب واللي قبله عرف منين؟ من اللي قبله. واللي قبله عرف منين؟ من اللي قبله. يخرب عقلك، فين الشخص، فين السورس؟ طب انت سمعت مني كلام في لايف من النهارده او في اي يوم من الايام، مين اللي قالك ان انا صح؟ ما جايز انا بقول اي كلام، جايز انا بهرتل، جايز انا مش فاهم، جايز انا اساسا مش شاطر. مين اللي قالك ان تاخد كلامي اوف جرانتد، وتاخد كلام اصل جلال قال كذا فاروح اعمل اللي جلال قال؟
وجايز انت بتسمع مني نص الكلام. يعني ايه؟ يعني مثلا هنتكلم النهارده في كذا حاجه، مثلا انا قلت في الحاله دي اعمله كذا، فانت تخيلت ان في كل حاله من دول بيتعمل كذا. يلا نبدا باول مثال، اللازكس از انتي هايبرتنسيف. المفاجاه، اللازكس مش موجود في اي جايد لاينز كانتي هايبرتنسيف دراج اساسا. ازاي يعني؟ اه والله الفروزومايد ده ما بيتاخدش في اي كانتي هايبرتنسيف اساسا. طبعا الكلمه اللي انا بسمعها على طول على طول ده استاذ دكتور كذا، وطبعا غالبا استاذ دكتور كذا اللي هم بيقولوا لي اسمه ده بيبقى هو اللي منجحني في الدكتوراه، يبقى هو اللي منجح اللي منجحني في الدكتوراه، يبقى اكبر مني مثلا ب 20 سنه. فانا طبعا اول ما يقول لي كده يا ابني انا بتعلم منه، قال لي لا، قال لك ان اللازكس بيستخدم انتي لا. لا طب انت عرفت منين؟ اصله كان مر على حاله مش عارف من كام سنه ولقى ان الحاله ضغطها عالي وادالها لازكس. طب يا حبيبي ما هو ضغطها عالي يا ذكي عشان خاطر العيان ده اوفرلودد، كان عيان كلى مثلا او عيان اوفرلودد محاليل، فهو كان ضغطها عالي عشان كده. لكن انا ما بديش ابدا ابدا، مش الفيرست ولا السكند ولا الثيرد ولا في اي جايد لاينز مكتوب كلمه لازكس. اللازكس از جيفن ان كيسز اوف اوفرلود. لو العيان اوفرلودد نتيجه ان هو كاردياك رينال اوفر انفيوجن منك، انت اديت محاليل زياده غلط باي ميستيك، باي مش باي ميستيك اي حاجه، ها اضطريت تدي مثلا دم كميه كبيره، تمام، اضطريت تدي بلاد برودكتس كميه كبيره، تمام. العيانين اللي الهيموليسيس، تمام، العيان الهيموليسيس ده بيبقى مع انتروفاسكولار مليان ما فيهوش مشكله، بس انت بتضطر تدي له دم، ممكن دم ممرض كتير بالذات اوتو اميون هيمونيتيك انيميا، فده بياخد دم مره واثنين وثلاثه واربعه، يبدا يخش في اوفرلود، ساعتها ضغطه بيعلى وساعتها اللازكس بيقلل ضغطه. لكن عيان هايبرتنسيف عشان خاطر عنده بين في الرعايه، مركب تشيست تيوب مثلا عنده بين، عيان هايبرتنسيف عشان خاطره اريتابل بعيد عن اهله وعن ابوه وامه، ولاد عمره سنتين فاكيد طبعا بيعيطوا على اخره وضغطه عالي، تمام، هايبرتنسيف عشان مركب انبوبه في زوره، هايبرتنسيف عشان خاطر هو عنده رينا المشكله رينا، هايبرتنسيف عشان خاطر عنده كواركتيشن اوف اورتا، دول كلهم اساسا دي ار فوليوم ديبليتد، ده هم دول المفروض تديهم فوليوم. يعني ادي فوليوم لعيان هايبرتنسيف، ايه علاقه الهايبرتنشن بالفوليوم؟ بالمناسبه كان عندي مره عيان اونكولوجي، عيان كان لوكيميا غالبا مش فاكر، كان الكلام ده من فتره طويله، تمام. المهم العيان ده كان عنده نتيجه ان هو خد بعض الادويه الكيماوي يعني، تمام، اللي هو سايكلوسبورين. السايكلوسبورين ده بيعمل هايبرتنشن وبيعمل رينال تيوبلر ديفكت، فالعيان ده كان دايما عنده ميتابوليك اسيدوزس، فمشيته على بايكارب. الاب قرر ان وطبعا ضغطه كان عالي فماشي على انتي هايبرتنسيفز. فجه الاب قال لي انت ازاي بتدي بايكارب وانت والعيان ابتدى هايبرتنسيف؟ قلت له لا مش فاهم. قال لي مش البايكارب ده كله مليان ملح والملح ممنوع للعيانين بتوع الضغط، تمام. اهو انت عملت زي الاب ده بالظبط، اللي ادى لازكس في عيان هايبرتنشن لمجرد انه هايبرتنشن. تاني اللازكس ينفع يتاخد في حالات الاوفرلود، بس ساعتها انا ببقى بحل مشكله الاوفرلود مش مشكله الهايبرتنشن. العيان الاوفرلود ده سواء انه كارديك سواء انه رينال سواء انه اوفر انفيوزد، غالبا ده بيبقى الهايبرتنشن ده عرض جانبي للايه؟ لمشكله الاوفرلود، تمام؟ يبقى اذا اول حاجه لازكس از نوت انتي هايبرتنسيف. رقم اثنين، وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. انا لقيت الالبومين 2.8 فديت البومين. يخرب عقلك، ايه علاقه الالبومين بالهايبو البومينيميا؟ ازاي حضرتك؟ انت بتفهمش ولا ايه؟ يا فندم الالبومين 2.8 والنورمال من 3.5، انا بدي البومين طبعا. امال اسيبه 2.8؟ اه سيبه. لا طب و2 و2 سيبه. طب و2 سيبه، تمام. امال الالبوم بيتاخد ايه؟ الجايد لاينز كلها يا جماعه ممكن نقرا عشان خاطر، تمام. الالبوم مكتوب يا فندم ان هو بيتاخد في حالات فيري ريستريكتد، الحالات اللي عنده ماسيف سوري ماسيف اسايتس اسايتس وعمل له ريسبيرتوري ستريس نتيجه الهايبو ابيمينيميا، وات ايفر ذا كوز بقى، ده كان عنده نيفروتيك، ده كان هيباتيك، وات ايفر ذا كوز، تمام. مع الباراسينتيزيس، اه ماشي اثنين، تمام، انت بتعمل باراسينتيزيس، عنده جينيتال اديم عنيفه، تمام، وده اللي عامل له قصه، اوكي ماشي ثلاثه، تمام. في البلازما فارسز، تمام زي الفل.
از شوك ثيرابي في حالات السبتك شوك، في حالات قليله جدا، لما تبقى يعني لما انت بتفيل انك تدي صلاين مره واثنين. لكن مجرد ان العيان البومينه قليل، اديته البومين، هو ايه، هو نيوتريشنال عاديه. تمام، العيانين النيونيتس اللي بيبقوا في الحضانه اللي بيفضلوا، طبعا دي مشكله تانيه هنتكلم عنها. تمام، ان العيان بيفضل فتره طويله ام بي او، نتيجة أي حاجة، نتيجة عمليات، نتيجة ان اي سي، نتيجة أي حاجة. تمام، انه ديستريس على الفنتريتور، انت مش قادر تديله فيدنج، انت حر. تمام، لقيت الالبوم بتاعه 2.5، اديله البوم. يا ابني ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها كده، ما بديش الالبوم غير في حالات معينة فقط، لكن مش عشان مش على الرقم، الرقم يطلع زي ما يطلع. تمام، طيب 3، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. شوك ثيرابي، اصل انا اديت له شكايه. ليه ليه يا بيه اديت له شكايه ليه؟ اصل انا لقيت فيه ميتابوليك اسيدوزس. يخرب عقلك، ما هو ميتابوليك اسيدوزس دي ممكن تبقى نتيجه الاوفرلود عشان خاطر العيان السان كاردياك. بتحصل حاجات كتير، ان يشوف الاي بي جي من هنا اهو، ما بصش على العيان، هو شاف الاي بي جي اداله شوك ثيرابي وما اتحسنتش. يا دكتور ما هي ما اتحسنتش يا ابني، عشان هي مش دي، ده سبب ميتابوليك اسيدوزس. تمام، البراكتس ده انا مش عارف جايبه منين، يعني ده ما انا مش فاهم. تمام، هو يا جماعه احنا بنعالج الامراض، ما بنعالجش التحاليل، يعني لازم الميتابوليك اسيدوسيس ده يبقى بارت اوف سمثينج. طب ما جايز الميتابوليك اسيدوسيس ده عشان عنده امبورن ايرور ميتابوليزم، جايز الامبورن بتاع الميتابوليك اسيدوسيس ده عشان عنده سيفير دايريا، مع انه عنده خلاص حصل له ريهايدريشن، بس الولد عنده بايكارب لوسز، جايز عنده تيوبرال ديفكت، جايز اهدى كده وفكر العيان ده ليه عنده جايز هارت فيلير، وعنده والعيان ده اوفرلودد. فالحل ان هو ياخد لازكس، مش ياخد شوك ثيرابي. الشوك ثيرابي لا تعالج الميتابوليك اسيدوزس، الشوك ثيرابي تعالج الشوك. هيم اسمها، هو سهل عليك يا عم، هو انا قلت اعتقد الموضوع ده 100 مره قبل كده، هو مسهل عليك الموضوع، هو سماها شوك ثيرابي، يعني هو ما سماهاش احمد ثيرابي فتعالج الشوك، لا هو شوك ثيرابي بتعالج الشوك. فاهم؟ الشوك ثيرابي بتعالج النيجاتيف بالانس، الممرضه تصحيك الساعه 6 الصبح، طبعا سعادتك نايم من الساعه 12 بالليل وضارب نوم، والساعه 6 الصبح صحتك وهي بتقفل البالانس بتاعها، ولا 7 الصبح تقول لك دكتور ايوه، العيان اللي في سرير 3 ماله؟ العيان نيجاتيف 400، اديهم له شوك ثيرابي في نص ساعه. يا نهار اسود امنيه يا ولدي، ده انت ده الواد ده اللي معلق له انت لازكس انفيوجن. لا بس اصل نيجاتيف 400 ده كتير قوي، فانا هديله حتى منهم 200 ولا حاجه. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. الشوك ثيرابي بيتاخد في الشوك. طب العيان ده لو نيجاتيف وهو فعلا دي هايدريتد، اعلق الديفيسيت ده، اعلقه على المحاليل بتاعت بكره، يعني على 24 ساعه بتاعت بكره، يعني ال 400 دول هضيفهم على بكره لو انا مش عاوزهم. موقف تاني، دكتور الحق السي في بتاعت الولد ماينس 2، اديله شوك ثيرابي. يا ابني انت شفته تعرف الولد ما عنده ايه. تمام، السي في بي ماينس 2، لان هو فاضي عاوز ياخد محاليل، هي از دي هايدريتد، هي از نوت شوك. لو شوك ده انا موافق، انا ما بتكلمش على حاجه، بس ده مش ده اللي بيحصل. فراخ ايه اللي بيحصل؟ احنا كذا مره بندخل حالات المستشفى لمجرد انها خدت كذا مره شوك ثيرابي. وقف الشوك ثيرابي وفكر فيها تاني. لو طلعت من فنجان جلال ده بان الشوك ثيرابي يبقى بعقل، يبقى والله انا كسبت. النقطه اللي بعدها، معلش، وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. زودت، لقيت السي او 2 55 في الاي بي جي، فرحت مزود الريت. يا ابني وانت عارف انت ليه سبب السي او 2 55؟ لا 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 لا، انا ظبطت، زودت الريت يا دكتور. تمام، طيب انت بصيت على التايدال فوليوم. تايدال فوليوم ايه؟ التايدال فوليوم ده ايه؟ التايدال فوليوم، التايدال فوليوم حبيبي معلش، ما خدناهوش في الكلاس ده. تمام، انا حضرتك عندي بي اي بي وبيب ونسباتيو تايم. ايه التايد فوليوم ده يا حبيبي؟ ما هو البي اي بي ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ يخرب عقلك. تمام، ما حضرش الكورس، شوف بقى لو حضر الكورس كان هيحصل ايه. تمام، طيب البي اي بي بيعمل التايد فوليوم، وهو البي اي بي هو والانسباتيو تايم. فانا لما بيحصل السي او 2 ريتنشن وانت عاوز تحسن الفنتيليشن، تمام، بتزود المينيت فنتيليشن. المينيت فنتيليشن دي ايكوالز التايدال فوليوم في ريسبيراتوري. طبعا دي محاضره لوحدها، دي قصه ومحاضره لوحدها، ممكن نقولها في اللايف الجاي، او ممكن هي طبعا هي موجوده في الكورس. تمام، مهم جدا ان احنا نبقى عارفين كويس جدا احنا بنتكلم عن ايه.
تمام. يبقى اذا انا لازم اشوفه بعينيا، اشوف بعينيا كويس، تمام، العيان ده محتاج ازود الريت فعلا والتايدال فوليوم هو محققه كويس ولا التايدال فوليوم قليل. لو التايدال فوليوم اقل من 5 سي سي بير كي جي مثلا، لا ارفع البي اي بي، ارفع البي، احس ارفع الانسبيشن تايم، والريت ده اخر حاجه تفكر فيها. فساعتها بيحصل الموقف اللي انا بيستفزني جدا، تلاقي عيان عنده مثلا 8 سنوات، المفروض الريسبيراتوري ريت بتاعه وهو بيلعب جيم يبقى الريسبيراتوري ريت بتاعه 22، اللي هو وهو بيجري 22، اخش الاقيه محطوط على فنتليتور على ريت 45. ليه يا جماعه؟ انتوا بتجروه اسرع من الجيم ليه؟ يعني هو المفروض ان انا اقرب من النورمال، مش هبعد عن الفسيولوجيكال. يعني ايه 45 عيان 8 سنين وزنه بتاعي يجي 30 كيلو؟ تمام؟ ليه 30 كيلو انت حتى منظره غريب. ده منظر بتاع عيل نيونيت. لكن 45 ايه؟ اصلا انا لقيت السي او 2 55، انت بصيت على التايدال فوليوم؟ لا. طب بتكلمني ليه؟ ما تكلمنيش، ما تنرفزنيش يا ابني. انا معلش ال 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 الفيديو ده اللايف ده حرق دمي مش عارف ليه، مع ان انا كنت مجهز الحاجات قبل ما اتكلم، وكنت فاكر بس السيناريوهات دي بتحصل كل يوم. ارحموني. طيب هو مش هيرحموني انا، ارحموا العيان، وانا مش فارقه معايا حاجه. اللي بعدها خناقه كبيره. انا لقيت العيان جاي كويس ما فيهوش حاجه، فعلقت له بيديامنت. يا خبر ابيض على البيديامنت مع البيديامنت ده، انا اسف والله، انا كان نفسي اساعدكم، بس البيديامنت ده مش موجود في اي حته. حضرتك ممكن تفتح نيلسون، ممكن تشوف المينتنانس فلويدز في العيانين الكريتيكال والنون كريتيكال. يعني حتى العيان اللي كان جاي عشان خاطر مثلا داخل عمليات كمان شويه، فهو ماشي شويه محاليل، ها شويه المحاليل المينتنانس بتاعه ده عيان فبرايل كونفولجن ما فيهوش حاجه اساسا، تمام، ماشي له محاليله اللي هو جلوكوز سلاين واحد لواحد، تمام، ولو بوست اوبرتيف بيبقى سلاين بس، ولو بوست اوبرتيف وابتدى نيورو يبقى سلاين ولمده 24 ساعه. اللي بوست اوبرتيف مش نيورو، حالات بوست اوبرتيف عاديه سلاين لمده 8 ساعات، 8 ساعات سلاين بس، التروما سلاين بس، التروما لو عين تروما جاي لاي سبب بيمشي سلاين بس في اول 24 ساعه، الدي كي اي سلاين بس. طيب الباقي بقى عيان نمونيا هندخله على ايه؟ جلوكوز سلاين واحد لواحد او دكستروز نورمال سلاين. مفيش حاجه اسمها بيديامنت. ليه يا عم البيديامنت مال؟ عنده مشكلتين. المشكله الاولانيه ان الجلوكوز فيه عالي جدا، جلوكوز 10% ده عالي جدا على الاطفال، حلو للنيونيتس، انا ماليش دعوه بالنيونيتس، انا بتكلم بيكيو او حتى بيدياتريك وورد، تمام، هو ده كتير قوي على الاطفال، فهتلاقي دايما الطفل ايه؟ هايبر جلايسيميك، ودي مشكله كبيره. الحاجه الثانيه الصوديوم قليل قوي، ده ربع ملح زي ما بيقولوا، ربع ملح يعني الصوديوم فيه 37 مللي ايكوفالنت، ده قليل قوي، تمام، المفروض يبقى الصوديوم اراوند ده من هاف من هاف باور، يعني اللي هو 77 مللي ايكوفالنت للفول باور او السلاين بس، تمام، اللي هو 157 مللي ايكوفالنت. سو البيديامنت ده مش مكتوب في حته، لو حد لقى البيديامنت ده مكتوب موصوف في اي حته عينيا لي. اقول لكم اخر حاجه، اعمل النهارده جوجل سيرش على بيديامنت، لو لقيته غير الازازه بتاعت مصر دي يبقى انا غلطان. يعني لقيته بقى المفروض لما الاقيه اما ادور الاقي بقى في كل حته في العالم. يعني ده مثلا دور على كلمه ابريزولين مثلا، دور على كلمه ادرينال، تمام، هتلاقي الادرينال الامبولات دي في امبولات في مصر وفي باكستان وفي امريكا وفي السعوديه، في كل حته جايه لك امبولات، صور من كل حته في العالم، تمام. ابيديامنت ما فيش صور، هي مصر بس، تمام، اختراع مصري، انا اسف يعني هو مش منطقي، تمام. طب هتقولي لي بقى، طب هو ليه اخترعه من المعرض؟ ما مش لو انا اللي اخترعته هقول لكم، جايز كان قبل كده كان في جايز كان زمان كان في كان الكلام مختلف زمان، بس انا بتكلم عن مينيمم من 10 سنين الكلام في نيلسون اتغير. خلي بالكم نيلسون يا جماعه بيتغير فيري ليت، يعني نيلسون ما بيتغيرش فيه حاجه غير لما تبقى خلاص بقت جايد لاينز، يعني خلصنا، تمام، يعني نيلسون مش يا جماعه ده بينزل كل 4 سنين، فخلال ال 4 سنين دول الدنيا العلم بيتشقلب، فكون ان هو وصل لنيلسون فخلاص ده بقى المعلوم من العلم بالضروره، زي معلومه من الدين بالضروره، تمام. اخر واحده في ايه؟ وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. انا لقيت العيان صاحي، فلقيت بقى ايه؟ صاحي على الفنتليتور، فعملت ايه بقى؟ فديته دوربي كام شوتس. الكلمه دي فيها كميه ساديه انت لا تتوقعها. انا عيان صغنطوط كده، سواء نيونيت بقى او انفانت صغير، فمثلا شهرين ثلاثة أربعة حاجة في الحدود دي، ما بيعملش لبش كتير، فأنا عملت له إيه؟ إديته دورميكم شوتس. ناخد الجملة دي ونقطعها،
اول حاجه دورميكام. الدورميكام ده يا جماعه اللي هو ميدازولام، ده اساسا بيستخدم كانتي كونفالسنت، والميزته الرئيسيه ان هو بيعمل اللي هو من جروب البنزو دايزيبين، ميزته الرئيسيه ان هو بيعمل سم سيديشن. سيديشن ده يعني واند هيبنوتيك، يعني لو انت عندك ارق بالليل زي حالتي كده كل يوم تقعد تتفرج على الفيديوهات اياها بتاعت الناس اياها مع الناس التانيين ولاد الكلب اياهم، يعني انتوا عارفين ان انا قصدي ايه بقى، عشان ما يوقفولناش البث يعني، تمام؟ فتفضل ارق كده، ممكن ساعتها الدورميكام حل لطيف، تمام؟ فالدورميكام ده بيعمل سيديشن، بيخليك سيديتد هادي، تمام؟ وبينديوس هيبنوزس يعني نام، تمام؟ لكن ملوش اي انالجيسك افكت. فكلمه انا اديته دورميكام، الوالد بيبقى هادي، بس حضرتك مركب انبوبه في زوره، ومركب سنتر لاين في بتبه في هنا في رقبته، ومركب قسطره لا مؤاخذه من تحت، تمام؟ والله اعلم شيست تيوب يمين او شمال، ده كله دورميكام؟ لا، فين الانالجيزك؟ لا مش فاهم يا فندم، انت محتاج مسكن من الاخر كده. ده ما هو مش مسكن، هو بس بيخليك تنام. يعني انت من الاخر كده تخيل كده دماغك انت موعه ومصدع، فانا عملت لك ايه؟ اديتك منوم يا فندم، الاول وقف لي الصداع عشان اعرف انام، لكن انت كده هتنام وتصحى وانت ايه؟ وانت مصدع، حرام عليكم. طيب فدي رقم واحد، دورميكام لازم معاه بتاع ده، قولوا معايا، لازم معاه بتاع انالجيزك. مين انالجيزك اللي منتشر في مصر، في ربوع مصر كلها؟ المورفياز اللي هي المورفين، او طبعا المورفين ناقص شويه، لكن فنتانيل. فنتانيل موجود في ربوع مصر كلها، تقدر تستخدم الفنتانيل از يو كان، يعني براحتك خالص، تمام؟ والى بشكل اقل الديبريفان. الديبريفان حلو جدا لانه اناستيك، هو اناستيك بقى، ده اناستيك ايجنت، ده باورفول انالجيزك. بس خلي بالك يعني ايه استخدمه وذ بريكوشن، او يعني وانت وتده يعني اسال السينيور من الاخر، ما تستخدموش انت على طول كده، او انت لو مالكش خبره فيه اهدى كده واقرا عنه كويس الاول، تمام؟ ادي رقم واحد، ادي كلمه دورميكام، تمام؟ الكلمه الثانيه شوتس. وليه شوتس يعني؟ تمام، شوتس ده اوكي لو انت هتعمل بروسيدجر، يعني مثلا انت هتركب سنتر لاين، طبعا ساعتها هتدي دورميكام وفنتانيل الاثنين، تمام؟ احنا اتفقنا خلاص بقى مفيش دورميكام لوحده ابدا، مش حاجه اسمها دورميكام لوحده ابدا ابدا ابدا، تمام؟ انا بدي الاثنين مع بعض ما دام انا على حاجه بينفول. ممكن ادي دورميكام لوحده امتى؟ لو داخل يعمل ام ار اي ولا حاجه، يعني انا قصدي حاجه مش بينفول اساسا، تمام؟ انا عايز بس انيمه عشان لو حاجه هتعمل انكزايتي وبتاع مش عارف ايه. وميزه الدورميكام ان في حركه لطيفه جدا بيعمل امنيزيا، يعني الولد بينسى اللي حصل قبل ما ياخد الدورميكام، فدي لطيفه بالذات للاطفال الاكبر شويه، العيانين السبع سنين ثمان سنين، فهو ينسى موضوع بقى ان هو دخل الام ار اي وحته ضلمه وبتاع والحاجات دي. لكن ما دام هتعمل بروسيدور، ممكن تاخد حاجه شوتس زي الدورميكام والفنتانين شوتس، لكن ما دام العيان على فنتليتور وهو مكمل معاك، انا باخد انفيوجن، مفيش حاجه اسمها شوتس ابدا. اكسترا شوتس اوكي على الانفيوجن، بس انا لازم امشي انفيوجن. ليه يا عم؟ لان الفودورميكام بيشتغل قد ايه؟ البتاع ده بيقعد باي ماكس 15 دقيقه. طب انا بعد ال 15 دقيقه، لا خلاص كل سنه طيب، بيفضل على طول عنده بيفوق تاني، فبعد شويه اديله تاني. لا اصل انا مش عايز اديله كتير، المفاجاه ان انت لو مشيت صح وزي ما الكتاب بتقول، هتلاقي الشوتس دي بقت اكتر من الانفيوز. انت للاسف بتعمل ايه؟ بتتجاهله وبتسيبه يقعد يعمل كده على التيوبه ويتنطط وبتاع، وده حرام عليك، تمام؟ فيري باد اكسبيرينس. ايفن العيان ده لو نيونيت بيفتكر الحاجات المزعجه دي بميموريز مزعجه وخلاص، يعني هو يمكن مش عارف الميموريز المزعجه دي ليه. طيب انا جمعت الحاجات اللي كنت فاكرها. وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، او ما هم اللي قالوا في النهايه او قبل النهايه، يعني خلاص انا كده خلصت تقريبا. حابب اكد على كذا نقطه، مش لازم اللي انا بقوله ده صح، جايز اللي انا بقوله غلط. لو سمحت ما تاخدش كلام تشتغل على عيان، وبالذات جوه الرعايه وفي اي حته، والله هو في العياده في اي حته، من بق حد. انا معلوماتك لازم ما تبقاش فيربال بقيه، تمام؟ لازم تبقى دوكيومنتد، عشان لما حد يجي يقول لك انت بتعمل كده ليه، تروح حاطط له الكتاب في وشه. انا خليها في وشه عشان احنا على ايه، على اللايف، مش هينفع نقول كلام تاني، تمام؟ فهتحط له الكتاب في وشه تقول يا فندم انا لقيتها ايه، تمام؟ وطبعا واحده واحده هتبدا تعرف ازاي تقرا، لان انت مثلا لقيت بيبر معموله في الهونولولو بتتكلم عن فائده العسل الابيض في تنزيل الصفرة للاطفال، فانت لا انت بشويه شويه تبقى تعرف ايه اللي تقراه وتاخد تمشي عليه، وايه اللي تقراه وتبقى يعني اونلاين، يعني حاجه لطيفه وكده، تمام؟
ادي حاجه. فاتمنى ان ده حاجه. الحاجه الثانيه تاني باكد على حضراتكم، معلش الموضوعين اللي قلتهم في الاول انا هعيدهم تاني. لا تنسونا من تبرعاتكم، وبالذات لو في رمضان او ما قبل رمضان. والحاجه الثانيه، وطبعا هتاخدوا بيها ايصال وتاخدوا بيها حاجات، يعني الموضوع هيمشي رسمي يا جماعه، مش هيبقى بالحب، تمام. الحاجه الثانيه، اللي حابب يحضر الكورس ان شاء الله، احنا اللينك فوق، هقفل اللينك بكره على بالليل عشان تبدا السكرتيره تتواصل مع حضراتكم، عشان ان شاء الله هنبدا الكورس على خير باذن الله. وشكرا جزيلا لحضراتكم، السلام عليكم.